بسم الاب والابن روح القدس انا واحد امين حلقه جديده من حلقات برنامج ثابت فيك وهناخد النهارده نستكمل كلامنا عن حلقات الاسخاتولوجي وهناخد النهارده الجحيم او الهويه. اول سؤال ايه معنى كلمه الجحيم؟ الهويه او الجحيم هو مقر انتظار الارواح الشريره. في العبريه معناها شيقول وفي اليونانيه هاديس وفي القبطيه امانتي وفي العربيه الهويه مشتقه من الفعل هوى او سقط الى الاسفل. طيب ايه هو الجحيم؟ الجحيم هو مقر مؤقت وانتظار لارواح الاشرار بعد موتهم. في العهد القديم كان الهويه هو مقر انتظار كل الارواح سواء ابرار او اشرار بعد ما يموتوا. لكن بعد الصليب اصبح الجحيم هو مقر انتظار للارواح الشريره فقط لغايه مجيء السيد المسيح في المجيء الثاني. وعايزين نقول ايه بقى؟ بعد ما يجي السيد المسيح في مجيئه الثاني هتقول او هتقوم الاجساد اللي موجوده في التراب دلوقتي وتتحد بالارواح المنتظره في الجحيم وتنتقل الى مقر او الموضع النهائي بتاعها اللي هو جهنم او العذاب الابدي. طيب سؤال ايه هي الالقاب او الاسماء اللي اطلقها الكتاب المقدس على الجحيم؟ مهم قوي ان احنا نعرف الالقاب دي والاسماء دي عشان واحنا بنقرا نكون عارفين ان الاوصاف دي بتنطبق على المكان اللي اسمه الهوية اللي فيه الأرواح بتاعة الأشرار بدون الأجساد أول اسم في الحقيقة هو الجحيم ويقول كده السيد المسيح وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوا عليها الاسم الثاني في الحقيقة الهوية وكتير ما كان الكتاب المقدس في الحقيقة يتحدث عن الجحيم بكونه الهوية فيقول إيه بقى فقال لا ينزل ابني معكم لان اخاها قد مات هو وحده باق فكان فان اصابته اذيه في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن الى الهويه وده كان كلام ابونا يعقوب مع اولاده في تكوين 42 وفي اعمال اثنين في الحقيقه انه لم تترك نفسه في الهويه ولا راى جسده فسادا المصطلح الثالث الجب مزمور 28 يقول ايه بقى اليك يا رب اصرخ يا صخرتي لا تتصامم من جهتي لألا تسكت عني فاشبه الهابطين في الجب. طيب ليه الجب؟ في الحقيقه الجب ده كان مكان عميق ما فيهوش تهويه ولا اي موضع لدخول النور فيه وغالبا ما فيش اي فرصه لاي انسان انه ممكن يعيش فيه فتره طويله وبالتالي غالبا الناس اللي بيترموا في الجب هيطلعوا منه ميتين. لان المكان ده بيبقى مليان بالوحل وبالرائحه العفنه وفي حشرات يعني غالبا كده الشخص اللي هيترمي فيه هو شخص محكوم عليه بالموت لكن الموت البطيء طيب في بقى حاجة اسمها الجب الأسفل وأيضا يعني يتقال عنه كذا آية يقول لك إيه حسبت مثل المنحدرين الجب صرت كرجل لا قوة له البعض هنا ده في الحقيقة إن الجحيم مكان يوجد أسفل الأرض مستندين لبعض الآيات يقول بقى إيه إن صعدت إلى السموات فأنت هناك وإن هبطت إلى الهوية فها أنت ويقولوا برضه في أمثال 15 بقى إيه؟ طريق الحياة للفطن إلى فوق للحيدان عن الهوية من تحت. هنا بقى عايزين نقول على مصطلح أو على حاجة مهمة أوي. الأرجح إن التعبيرات دي هي تعبيرات رمزية فقط. يعني الإشارة هنا لمكان إن الهوية مكان سفلي أو أسفل بهدف الحط من مقدرها والهدف كمان ان الارواح الشريره اللي هتروح ليها في الحقيقه هي تستاهل تكون في ذلك المقام الادنى او المقام في الحياه القليل ده. كمان مصطلح تاني اسمه السجن ويقول لك ايه؟ ويجمعون جمعا كاثار في سجن ويغلق عليهم في حبس ثم بعد ايام كثيره يتعهدون حسب اشاعه 24. بالمناسبه احنا بنحب نقول في برنامج ثابت فيك الكثير من الايات عشان حضرتك وحضرتك وانت بتتابع الحلقات دي ودنك تاخد على هذه المصطلحات تبقى عارف الايات دي معناها ايه في الكتاب المقدس يجب ان يكون لنا معرفة الكتاب المقدس معرفة شرح معرفة تفسير وليس قراءة بلا فهم او تفسير كمان اتقال عن الجحيم او الهوية الحبس واتقال عنه ايضا البئر ثم بوقى الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض وأعطيه مفتاح بئر الهوية ففتح بئر الهوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عَظِيمٍ فاظلمت الشمس والجو من دخان البئر كمان يجي أيضا بمصطلحات تانية زي الأرض السفلى ويجي برضو زي الحفرة كل هذه المصطلحات مهمة جدا في معرفتنا بالكتاب المقدس ننتقل في الحقيقة لسؤال تاني مهم قوي ايه مفهوم اليهود عن الهوية أو الجحيم في العهد القديم في الحقيقة ان العبرانيين او اليهود فهموا الكلمه دي بمعنى القبر او الموت اليهود امنوا في البدايه في بدايه معرفتهم خالص بربنا ان الانسان لما يموت هينزل لمكان تحت الارض والمكان ده هيكون مظلم وهذا المكان ده اسمه شيئول او الهاويه لكن بعد فتره وبتطور فهم اليهود وبتعاملاتهم مع الله بدأ فهمهم اللاهوتي في الحقيقه يكون اكثر رقيا وتطورا قالوا لا مستحيل تكون الهوية دي أو يعني هلاك الإنسان بالشكل ده هو الإنسان لابد أن يكون في قيامة للجسد بعد موته وأن مصير الإنسان يتحدد بناء على أعماله في الأرض عشان كده يقول في دانيال 12 وده مثال من أمثلة تطور الفكر اللاهوتي عند اليهود وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الإذراء الأبدي يبقى هنا بنقول ايه بقى؟ هنا بدا دانيال دانيال بيتكلم قبل مجيء السيد المسيح يعني تقريبا ب كام سنة تقريبا 500 600 سنة تقريبا فهنا بيتكلم على فكرة ايه؟ انه بدأ اليهود يكونوا فاهمين لا ان في قيامة للأجساد ان الناس اللي ماتت هتقوم الناس دي لسه ليها حياة أبدية. في زمن السيد المسيح كانوا بيقولوا ان الهوية تنقسم لجزئين مكان علوي وده مخصص للابرار اللي بينعموا فيه بدرجه من الراحه والسعاده بسبب ان كانت اعمالهم جيده على الارض ومكان سفلي ده مخصص للارواح الشريره وده هيروح فيه الناس وممكن يكون فيه كمان نوع من انواع العذبات وغالبا يقصد بها العذبات الروحيه او العذبات الغير ماديه. كمان كانوا بيقولوا ان محدش ممكن يعبر من المنطقه المخصصه للاشرار للمنطقه المخصصه للابرار داخل الجحيم ولا العكس. اليهود كانوا فاهمين الفكره دي كويس قوي وده اللي عبر عنها السيد المسيح في مثل الغني والعازر واتكلم عن هذه التفاصيل بشيء من التدقيق الشديد جدا راجع كده لقى 16 من فضلك يبقى في المثل ده بنلاقي ان العازر المسكين يتعذب في احضان ابراهيم او في حضن ابراهيم والغني يتعذب في الجزء السفلي من الهويه في المثل ده في الحقيقه بنشوف ان في حوار يتم ما بين ابونا ابراهيم وبين الغني الغني هنا يطلب من أبونا إبراهيم إنه يخلي العازر ينزل من المكان العلوي في الجحيم للمكان السفلي في الجحيم أو في الهوية ويبل طرف إصبعه بماء بارد يبرد بيه لسان الغني المعذب لكن هنا الطلب يتم رفضه لأن فيه هو فاصلة ما بين الجزء العلوي في الهوية والجزء السفلي وأبونا إبراهيم يقول له بيننا وبينكم هوية لا يستطيع إنسان اجتيازها طبعا مهم قوي وإحنا بنقرأ العهد الجديد أن نكون فاهمين ثقافة اليهود في الوقت ده طبيعة فكرهم عاملة إزاي هم بيفكروا في إيه بالظبط وبالتالي المسيح لازم يستخدم ثقافتهم ومفاهيمهم علشان يرتق بيهم من عقلية المبتدئين في الإيمان لعقلية الإيمان المسيحي أحبائي وفي إطار نحن بنتابع سلسلة حلقاتنا عن الإسقاطولوجي المطلوب منك أن في هذه الحلقات أن تسمعها جيداً وتحاول ان تفهم وتقرا الايات اللي احنا بنذكرها عشان تكون تعاملك مع الكتاب المقدس تعامل اكثر يعني ارتباطا به واكثر فهما الله يدينا ويديكم كل فهم وكل نعمه ولربنا المجد يا بدين الابد امين